بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 34 بعد 132. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من اليمن، محافظة حجة، وباعثها أحد الأخوة المستمعين من هناك يسأل جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: أريد الإجابة لو تكرمتم عن قضاء الفوائد بالنسبة للصلاة، هل هناك قضاء للفوائد وكيف تقضى؟ هل تقضى دفعة واحدة أم يصلى كل فرض مع فرضه، أي صلاة الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر وهكذا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام، ولا دين لمن لا صلاة له ولا إسلام لمن لا صلاة له، فلا بد من أدائها في أوقاتها التي شرعها الله تعالى فيها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة في أوقات عينها الله ورسوله. كل صلاة لها وقت محدد تؤدى فيه، ولا يجوز إخراجها عنه إلا لعذر شرعي. ولو قدر أن الإنسان نسي الصلاة حتى خرج وقتها، أو نام عنها نوما عارضا حتى خرج وقتها، فإنه يجب عليه قضاؤها والمبادرة بقضائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وإذا كان عليه عدة صلوات قد فاتته، فإنه يجب عليه أن يقضيها في الحال مرتبة، ولا يؤخر كل صلاة مع نظيرتها كما يظن بعض العوام، وإنما يصليها جميعا في وقت واحد وبمبادرة سريعة مهما أمكنه ذلك، ويرتبها: يصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء عن اليوم الأول، ثم يبدأ من الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء عن اليوم الثاني، وهكذا حتى يكمل ما عليه. ولو قدر أنها صلوات كثيرة تحتاج إلى وقت طويل وهو لا يتمكن من سردها جميعا، فإنه يقضي ما أمكنه منها في فترة، ثم يؤخر البقية إلى فترة أخرى حسب استطاعته وتمكنه. هذا هو الواجب على المسلم، إذا فاتته صلاة أو صلوات متعددة لا بد من قضائها، لأنها حق واجب ودين في ذمته لا بد من أدائه في وقته أو من قضائه إذا فات وقته، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فيقول: ما معنى المسلم وما معنى المؤمن؟ وفسروا لنا قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. المسلم والمؤمن إذا ذكر معا، فإن الإسلام كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أفسره صلى الله عليه وسلم بالأعمال الظاهرة. والإيمان كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلا بد من الإسلام والإيمان، الإسلام في الظاهر والإيمان في القلب.
القلب لا بد منهما. هذه أركان ظاهرة وهي أركان الإسلام، وتلك أركان باطنة وهي أركان الإيمان، ولا بد منها جميعا. أما إذا ذكر الإسلام وحده فإنه يدخل فيه الإيمان، وكذلك إذا ذكر الإيمان وحده فإنه يدخل فيه الإسلام، فهما لا يفترقان، لا بد من اجتماعهما المسلم المؤمن. وأما قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فهؤلاء جماعة من الأعراب حديث عهد بالإسلام، أسلموا حديثا وادعوا لأنفسهم منزلة لم يبلغوها، ادعوا إيمانا لم يصلوا إليه، وإنما عندهم إيمان قليل، عندهم إيمان قليل يخرجهم من الكفر والنفاق، ولكن ليس عندهم إيمان كامل أو إيمان كثير بحيث إنهم يدعون هذه الدعوة، وإنما عندهم انقياد في الظاهر واستسلام في الظاهر مع إيمان قليل في قلوبهم يصحح لهم دينهم ويخرجهم من الكفر والنفاق. الله سبحانه وتعالى عتب عليهم أنهم ادعوا لأنفسهم منزلة لم يبلغوها بعد، ولكنه سبحانه وتعالى أشار إلى أنهم سيبلغونها في المستقبل، حيث قال جل وعلا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فهذا دليل على أنهم سيتمكن الإيمان من قلوبهم وسيزيد إيمانهم وينمو، هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى لهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، وباعثها أحد الإخوة المستمعين من هناك، يقول أبو فيصل يسأل ويقول إذا ارتكب الإنسان كبيرة من كبائر الذنوب وهو مستمر على هذه المعصية، هل صلاته صلاة صحيحة أم أنها باطلة وغير صحيحة؟ أفيدونا مأجورين جزاكم الله خيرا. إذا كانت الكبيرة تخرج من الإسلام كالشرك الأكبر والكفر المخرج من الملة فإنه لا تصح صلاته ولا جميع أعماله. إذا كان عنده ناقض من نواقض الإسلام كترك الصلاة متعمدا، أو عنده شيء من الشرك الأكبر أو من الكفر الأكبر المخرج من الملة أو أي ناقض من نواقض الإسلام، فإنه لا تصح منه صلاة ولا غيرها من الأعمال. وأما إذا كانت الكبيرة دون الشرك ودون الكفر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وسائر الكبائر التي هي دون الشرك ودون الكفر، فإن هذا يعتبر فاسقا ناقص الإيمان، تصح منه الصلاة وسائر العبادات لأنه مسلم ومؤمن ناقص الإيمان وليس بكافر ولا مشرك، فتصح منه الأعمال الصالحة، ويأثم ويؤاخذ على الأعمال السيئة والمعاصي إلا أن يتوب إلى الله جل وعلا أو يغفر الله له ما ارتكبه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا سؤالا آخر فيقول ورد حديث طويل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحفظ من عباراته الحديث عن ذلكم الرجل الذي يطيل السفر ويدعو يا رب يا رب، ومأكله من حرام ومشربه من حرام وعذي بالحرام فأنا يستجاب له. أفيدوني مأجورين ما معنى ذلكم الحديث النبوي، وهل المخالفات الشرعية تمنع استجابة الدعاء؟ جزاكم الله خيرا. هذا الحديث على ظاهره، وهو أن الذي يأكل الحرام ويتغذى بالحرام أو يلبس الحرام يستعمل الحرام فإنه لا يقبل منه دعاء، لأن من شروط قبول الدعاء أن يأكل الإنسان من حلال. ولما قال أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله أن يجعلني مجاب الدعوة، قال له أطب مطعمك تستجب دعوتك. وفي هذا الحديث يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، وملبسه حرام ومشربه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك. هذا استبعاد منه صلى الله عليه وسلم لقبول هذا الذي يتغذى بالحرام ويلبس الحرام ويشرب الحرام، فإن هذا يحول بينه وبين قبول الدعاء، نسأل الله العافية. وهذا خطر عظيم إذا كان أكل الحرام يحجب الدعاء عن الله سبحانه وتعالى ولا يستجيبه، والعبد لا يستغني عن ربه طرفة عين، فأكل الحرام يقطع الصلة بينه وبين ربه، هذا خطر عظيم يجب على المسلمين أن يتنبهوا له وأن يتحاشوه ويبتعدوا عنه وأن يطيبوا
مطاعمهم من الحلال والكسب الطيب، ويتجنبوا المحرمات والكسب الحرام، لأن هذا يترتب عليه أمر عظيم، مع أن المسافر في سفره وما يلقاه من التعب وشظف العيش والانكسار مظنة إجابة الدعاء لفقره وحاجته ومظهره، ومع ذلك عارض هذه الحالة، عارضها أكل الحرام، اجتمع عنده موجب ومانع. حالته السفرية تسبب قبول دعائه، وأكله الحرام يمنع قبول دعائه، فغلب المانع والعياذ بالله على السبب. فهذا مما ينبه المسلمين إلى هذا الأمر الخطير، أن يتجنبوا المكاسب المحرمة والمطاعم المحرمة والمشارب المحرمة والملابس المحرمة وجميع وجوه الحرام، أن يتجنبوها لئلا يحال بينهم وبين قبول الدعاء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل في باب الدعاء شيخ صالح فيقول: لقد قرأت يا فضيلة الشيخ دعاء يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو به، وهو: اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها، هل ثبت هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا دعاء مشروع، لأنه يوافق ما ورد في الكتاب والسنة، ومعناه صحيح، وهو تضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يجنب المسلم هذه الصفات، وهي قسوة القلب وجمود العين ومنع قبول الدعاء، وكل هذه آفات خطيرة. المسلم يدعو ربه أن يجنبه هذه الصفات، فمعنى هذا الحديث صحيح، أما سنده فأنا لا أعلم عنه شيئا الآن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى ينبع البحر عبر رسالة بعث بها المجتمع لافي عواد شتوي الجهني. الأخ لافي يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل حفظ سورتي البقرة وآل عمران وحدهما دون حفظ القرآن الكريم كاملا تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة؟ جزاكم الله خيرا. المسلم يحفظ من القرآن ما تيسر له، ولكن هاتان السورتان فيهما فضل خاص، فضيلة خاصة أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهما يأتيان يوم القيامة كفرقان الطير والصواف أو كالغمامتين أو الغيايتين يحاجان عن صاحبهما، ففيهما فضل عظيم، وأنهما يأتيان يوم القيامة يقدمان القرآن، ففيهما فضل عظيم، ولكن ليس المدار على حفظهما فقط، حفظهما لا يكفي، بل لو حفظ القرآن كله عن ظهر قلب هذا لا يكفي، لابد من العمل، لابد من العمل بالقرآن، ولابد من اتباع القرآن والاهتداء بهدي القرآن وتلاوته حق تلاوته، هذا هو المطلوب، وليس المقصود مجرد الحفظ فقط أو التلاوة فقط، إنما المدار على العمل الصالح والاتباع والاهتداء بهدي القرآن، هذا هو المطلوب في سورة البقرة وآل عمران وفي جميع القرآن: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. لم يقتصر سبحانه وتعالى على ذكر التلاوة، أعقبها بإقام الصلاة والإنفاق في سبيل الله والإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن التلاوة وسيلة للعمل، والعمل هو الغاية المطلوبة، فالمسلم يستحضر هذه الأمور ويعمل بها، يتلو كتاب ربه عز وجل أو يتلو ما تيسر منه ويتدبر ويعمل بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في سؤال آخر: في صلاتي في بعض الأوقات يحدث بأنني أسهو وبعد ذلك أنوي السجود، ولكني أسهو مرة أخرى وأسلم دون سجود السهو، هل صلاتي صحيحة وهل يصح أن أسجد سجود السهو بعد التسليم؟ جزاكم الله خيرا. نعم، صلاتك صحيحة، وإذا لم تسجد قبل التسليم فإنك تسجد بعد السلام ولا تترك السجود، بل قد يكون بعد السلام سجود بعد السلام أفضل، فإن سجود السهو ينقسم إلى قسمين: قسم الأول السجود عن النقص، عن نقص يحصل في الصلاة، فهذا يكون أفضليته قبل السلام. القسم الثاني سجود عن زيادة في الصلاة من غير جنسها، فهذا أفضليته يكون بعد السلام، ولو سجد السجود كله قبل السلام أو سجده كله بعد السلام أجزاه ذلك، والحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول فضيلة الشيخ: دائما إذا أردت شيئا من أمور الدنيا أو حلت بي مصيبة فإني أنذر لله صلاة ركعتين قبل تحقق هذا الأمر، وسواء تحقق أو لم يتحقق، هل هذا الفعل فيه شيء؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فلا يستحب النذر بل يكره، لأن الإنسان يحمل نفسه ما لم يحمله الله، وقد يصعب عليه تنفيذ النذر ويثقل عليه بعد ذلك، فلا ينبغي للإنسان أن ينذر، ولكن إذا نذر وجب عليه الوفاء بنذر الطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قال الله تعالى في وصف الأبرار: يوفون بالنذر، قال سبحانه: وليوفوا نذورهم، قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. فإذا نذر المسلم وجب عليه الوفاء إذا كان نذر طاعة، ومن ذلك نذر الصلاة، إذا نذر أن يصلي فإن هذا نذر طاعة يجب عليه الوفاء به، وإذا كان هذا النذر معلقا على شيء فإنه إذا حصل المعلق عليه وجب الوفاء بالنذر، كما لو قال: إن شفاني الله من هذا المرض فلله علي أن أصلي ركعتين أو أكثر من ذلك ثم شفاه الله، فإنه يجب عليه الوفاء بالنذر الذي نذره. ولكن ينبغي للمسلم كما قلنا أن يفعل الطاعات بدون نذر، أن يتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل والطاعات من غير نذر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: العقيقة هل صحيح أنها رهانة للمولود؟ وهل يشفع الولد لوالديه عندما موته دون بلوغ الرشد وإن لم يعق عنه؟ جزاكم الله خيرا. نعم، جاء في الحديث: كل مولود يكون مرتهنا بعقيقته. قد قال الإمام ابن القيم في معنى الحديث أن العقيقة إذا ذبحت تقربا إلى الله عن المولود فإن ذلك يسبب فكاكه من الشيطان، يسبب فكاكه من الشيطان، فلا يكون للشيطان تسلط عليه، وهذا مما يعطي أهمية بالغة للعقيقة، وهي سنة مؤكدة وليست بواجبة، لكن لا ينبغي تركها مهما أمكن الإنسان، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة، فهي سنة مؤكدة، وهي تفك رهان المولود من أسر الشيطان وتبعد الشيطان عنه، والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل صلاة الوتر واجبة؟ وكم عدد ركعاتها؟ أو كم عدد ركعاتها؟ وإذا أراد الإنسان صلاتها في النهار فكيف تكون؟ جزاكم الله خيرا. صلاة الوتر سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم وليست واجبة، لا يجب إلا الصلوات الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الأعرابي الصلوات الخمس قال: هل علي غيرها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تتطوع. دل على أنه لا يجب إلا الصلوات الخمس، وما عداها من الصلوات فإنه يكون نافلة، ومن ذلك الوتر. والتنفل بالصلوات من أعظم الأعمال الصالحة، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، ولأن النوافل تكمل منها الفرائض يوم القيامة إذا حصل في الفرائض نقص كما جاء في الحديث، ولا سيما الرواتب التي مع الفرائض. فالوتر سنة مؤكدة ولا يصلى في النهار، وإنما وقته في الليل ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وإذا كان في آخر الليل فهو أفضل لمن يثق بقيامه، ومن لا يثق بقيامه في آخر الليل قبل صلاة الفجر فإنه يستحب له أن يوتر قبل أن ينام. لكن لو فاته الوتر بالليل ولم يتمكن من فعله فإنه يقضيه في النهار ما بين ارتفاع الشمس إلى دخول وقت الظهر، يقضيه ضحى أو ما بين ارتفاع الشمس إلى دخول وقت الظهر، ولكن لا يقضيه على صفته بالليل بل يشفعه. فإذا كان يوتر في الليل بثلاث يجعله أربع ركعات بسلامين، وإذا كان يوتر بخمس يجعله ست ركعات كل ركعتين بسلام، وهكذا. وأقل الوتر ركعة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات، اثنتان
شفع، والثالثة وتر، وأعلى الكمال ما كان يفعل صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، هذا هو أعلى الكمال. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم.